أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المشهد، ومشهد اليوم مشهد ليبي في ضوء التدخل التركي ومستجدات هذا المشهد في ضوء تصريحات جديدة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والتي قال فيها إن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية، حيث قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا، فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، كما أكد أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية، وتمارس تركيا على حسب تعبيره أساليبها الاحتلالية وتعمل على التوغل في ليبيا رغم الفشل العسكري الذي يتعرض له يوما بعد يوم، وذلك بإعلانها إرسال فريق فني إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء. على أي حال سنحاول التصدي للتطورات المشهد الليبي مع ضيفنا وضيفكم الكريم في هذه الحلقة من المشهد الأستاذ محمد فتحي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. مرحب بك أستاذ محمد، شرفتنا. يا أهلا بك حضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. هنستأذن حضرتك نتابع معا تقرير حول آخر تطورات المشهد الليبي ثم نعود لنفتح باب النقاش والحديث مع حضرتك، تابعونا مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. التدخلات والأطماع التركية تهدد أمن ووحدة ليبيا في ظل الأجندة التخريبية التي تقودها أنقرة ضد الأمة العربية. المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي أكد أن القتال ضد الغزاة الأتراك واجب وطني مقدس تفرضه كل الدساتير وتقره كل القوانين والأعراف الدولية، وأضاف أن تركيا ترى ليبيا إرثا تاريخيا لها ينبغي السيطرة على ثرواتها من أجل رفاهية شعبها على حساب قوت الليبيين. وأوضح حفتر أنه بالرغم من المساعي الدولية لضمان تسوية سياسية عادلة، إلا أن ليبيا لن تسمح باستغلال الظرف لجلب الغزاة والمرتزقة وتعزيز قدرات العدو. المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال إن الجيش يتوقع هجوما تركيا في أي وقت، مشددا على أن القوات الليبية ستقوم بكل ما يلزم لردع أي اعتداء. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي من أن الصراع الدائر في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل. وأعرب غوتيريش خلال مؤتمر وزاري لمجلس الأمن عبر فيديو كونفرنس عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت الواقعة بين طرابلس بالغرب وبنغازي بالشرق. وانتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا وضيفكم الكريم في هذه الحلقة الأستاذ محمد فتحي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. وكنا نتحدث أثناء إذاعة هذا التقرير أستاذ محمد، وربما هو السؤال الذي يفرض نفسه في البداية بشكل أو بآخر، ما الذي تريده تركيا من ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. طبعا التدخل التركي في ليبيا لم يكن وليد 2019 عندما أراد الجيش الليبي أن يسيطر على العاصمة طرابلس ويدخل تخوم طرابلس. تركيا لها مآرب في ليبيا منذ 2011، وهذه المآرب تبلورت في استراتيجية أعلنتها تركيا في 2014. هذه الاستراتيجية هي تحسين موقف تركيا المالي من خلال ثروات الشعب الليبي في المقام الأول. في المقام الثاني هي إعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية وسيطرتها على المشهد، وخصوصا بعد أن تم إقصاؤها في مصر. فبالتالي ليبيا أرادت أن تحيي هذه الجماعة مرة أخرى، ثم بعد ذلك تحاول أن تدخل إلى أفريقيا من خلال ليبيا، لأن الدولة الليبية هي عنق الزجاجة الذي إذا تجاوزتها تركيا دخلت إلى كل دول الشمال الأفريقي.
طبعا تركيا وجدت ضالتها في الأحداث التي حدثت في ليبيا. للأسف الشديد المجتمع الدولي له أخطاء عديدة في ليبيا منذ بداية إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي وحتى اليوم. كانت طبعا إسقاط الرئيس معمر القذافي عن طريق حلف الناتو، والذي مكن الميليشيات الإرهابية والجماعات المتطرفة بشكل كامل في المشهد الليبي. ثم جاءت انتخابات حتى وصلنا إلى مجلس النواب الحالي، والذي دشن عملية الكرامة. عملية الكرامة أو الجيش الوطني الليبي هو الشوكة التي وقفت حائلا أمام تحقيق تركيا لكل مآنبها في ليبيا وكل تطلعاتها وطموحاتها في الدولة الليبية. الجيش الليبي كان لها بالمرصاد. عملية الكرامة بدأت في 2014 وحتى اليوم، وهي التي كونت نواة الجيش الوطني الليبي الذي قوامه يتعدى 80,000 جندي ليبي، يخرج بطريقة رسمية شرعية مثل ما فعل المشير خليفة حفتر في تخريج الدفعة 52 في الأخيرة. وبالتالي هذا الجيش الوطني الليبي الذي دعمته دول ترغب في استقرار ليبيا استقرارا حقيقيا أمام الأطماع التركية. فتركيا تريد الدولة الليبية بأكملها، تريد الدولة الليبية بثرواتها، تريد الدولة الليبية لتنطلق منها إلى الشمال الأفريقي، تريد الدولة الليبية لتهدد منها القاهرة، تريد الدولة الليبية لكي تحقق مغانم اقتصادية كبيرة في ظل التدهور الذي حدث للاقتصاد التركي في عهد رجب طيب أردوغان. فبالتالي سياسة رجب طيب أردوغان في ليبيا هي الأخذ كل ثروات الشعب الليبي والاحتفاظ بثروات الشعب الليبي حتى يدعم بها الاقتصاد التركي أولا، كما أشار المشير خليفة حفتر في كلمته في المقام الأول. في المقام الثاني يتخذها نواة لإعادة إحياء الخلافة العثمانية. وعندما نتحدث عن الخلافة العثمانية الجديدة بقيادة أردوغان يقولون أن هذا الكلام غير منطقي في ظل هذه الظروف، ولكن أردوغان خطط ويسعى إلى هذا. المعضلة الأساسية والإشكالية الأساسية التي تقف أمام تركيا وأمام توغلها في ليبيا، الدولة المصرية والإمارات والسعودية بالإضافة إلى الجيش الوطني الليبي بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي أدركت أن تركيا تشكل خطرا قويا على الاتحاد الأوروبي كامل. كل دول الاتحاد الأوروبي سيكون عليها خطرا دائما إذا تمكنت تركيا من الأراضي الليبية، وهو ما دفع الدولة الفرنسية للقيام بهذا الدور ولقيام بأنها حتى هذه اللحظة لم نجد هذا كبير. تفعيل بشكل كبير على المستوى الدولي أستاذ محمد. لكن هو كان هذا السؤال مدخل ربما لحديث الساعة، وهو تدخل التركي في ليبيا الذي بات واضحا يعني منذ بداياته والأحاديث فيه مستفيضة. لكن التطورات اللي دائما بنرصدها أولا بأول، ومن بينها ما أشار إليه المشير خليفة حفتر، إلى أنه يعني التدخل التركي بيلقى شيء من الهزائم يوما بعد يوم، مع ذلك في إصرار على البقاء. وربما من بين هذه الأشكال يعني ما تم الإعلان عنه من إرسال فريق لدعم الكهرباء في غرب البلاد. يعني ما الجديد في تحليلك في هذه الخطوة من جانب تركيا؟ فكرة العبث بالبنية التحتية في ليبيا، ما الهدف من ذلك؟ تركيا تريد أن تدير المشهد بشكل كامل. تركيا تريد أن تدير المشهد، وهي في بالفعل تدير المشهد من خلال فايز السراج. فبالتالي عندما تتحدث عن إعادة الكهرباء وإعادة البنية التحتية، فهي تريد أن تجد لنفسها موطن قدم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. يعني الأمر الذي يجعل التواجد التركي في ليبيا خطر كبير جدا على الدولة التركية، على الدول العربية وعلى كل دول البحر الأبيض المتوسط وعلى أوروبا، هو أن تركيا أبرمت عدة اتفاقات اقتصادية لم يتم الإعلان عنها، وأعتقد أن هذا الكلام سيتم الإعلان عنه لاحقا بين فايز السراج وبين أردوغان. كل ما تم الإعلان عنه بين فايز السراج وبين أردوغان هو الاتفاقات العسكرية، سواء اتفاق ترسيم الحدود أو الاتفاق التعاون العسكري بين السراج وبين تركيا، بالإضافة إلى الاتفاق الأخير الذي بموجبه دخلت القوات التركية وزار وزير الدفاع التركي الأراضي الليبية خلوصي آكار قبل أن يتم استهداف قاعدة الوثية في غرب ليبيا. فبالتالي كل هذا المشهد العسكري هو مقدمات لمشهد اقتصادي. وأعتقد أن الزيارات التي تمت بين مسؤولين في الحكومة
التركية وبين يعني وزير المالية التركي، ما ذهب إلى ليبيا، ماذا كان يفعل؟ كانت هناك اتفاقات اقتصادية بينه وبين فايز السراج وقعت، للأسف الشديد كل هذه الاتفاقات سوف يعني تتحملها الأجيال القادمة في ليبيا، لأن فايز السراج اتخذ من شرعية اتفاق الصخيرات وللأسف الشديد التي لم تضغط فيه الدول العربية حتى تسقطه، وأيضا فرنسا والدول المتضررة من التدخل التركي لابد أن يتم إسقاط حكومة السراج، لأن حكومة السراج هي الذي يعني جعلت المشهد في ليبيا كما نراه، هي التي أبرمت اتفاقات عسكرية واتفاقات سياسية واتفاقات اقتصادية. الاتفاقات الاقتصادية أخفوا الإعلان عنها حاليا لأنهم يريدون أن يصدروا مشهد أن ما تقوم به تركيا في الأراضي الليبية هو تدخل شرعي لحماية الحكومة الشرعية. يعني أنا أتساءل وأطرح على الرأي العام سؤال، الشعب الليبي أين من كل هذا؟ الشعب الليبي كله أعتقد بالقبائل بالأعيان بالمشايخ بكل تجمعات الشعب الليبي ما عدا طبعا الموجودون في طرابلس، لأن الموجودون في طرابلس مع مصالحهم ليست لهم أيديولوجية سياسية معينة، هم مع الذي يدير المشهد في طرابلس، فبالتالي نجد أن كل ما يحدث في المشهد الليبي هو نتاج تدخل تركي سافر، حكومة غير شرعية مكنها المجتمع الدولي من ذلك، وبالتالي الشعب الليبي على في المقابل يرفض كل ذلك، وهو ما تم الإعلان عنه في مظاهرات بني غازي التي انطلقت قبل 3 أيام، والتي أيضا وبيانات والأعيان والمشايخ والعوائل لم تخرج أي مظاهرة تؤيد فايز السراج، لم تخرج أي مظاهرة تؤيد التواجد التركي في ليبيا، يعني الليبيين جميعا متفقين على هدف واحد، وهو أن ما يحدث هو احتلال تركي للدولة الليبية، وأنهم يرفضون وجود المستعمر التركي بخلاف الميليشيات الإرهابية والتجمعات التي تحميها تركيا حتى تمرر ما تريده في الدولة الليبية من خلال تلك الحكومة العميلة، وبالتالي المجتمع الدولي وجماعة الدول العربية عليها أن تتخذ قرار ضد تلك الحكومة العميلة، وللأسف الشديد المجتمع الدولي والأمم المتحدة رغم أنهم يعني أبرموا اتفاق الصخيرات، واتفاق الصخيرات كان به عديد من الترتيبات ومن البنود حتى يكتمل وحتى يتم يعني أخذ الشرعية من المجتمع الدولي، ورغم ذلك المجتمع الدولي تمسك بأن يكون فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي رغم أن أغلب أعضاءه مستقلين، تمسك رغم أن البنود اتفاق الصخيرات تقول أنه لا يجوز أن يبرم فايز السراج اتفاقات عسكرية وأمنية واقتصادية باسم الدولة الليبية دون موافقة أعضاء مجلس الرئاسي اللي هم 9 أعضاء في مجلس الرئاسي، يعني أغلبتهم مستقلين يعني مستقل منهم أكثر من 5 أعضاء، فبالتالي عندما نتحدث عن كل القرارات من واقع اتفاق الصخيرات هي قرارات باطلة، قرار الاتفاق مع تركيا والتدخل العسكري باطل، قرار ترسيم الحدود باطل، كل هذه القرارات بموجب اتفاق الصخيرات، ولكن المجتمع الدولي غض الطرف عن هذا. السؤال بقى يا أستاذ محمد، يعني إذا كنا النهاردة بنتحدث عن نقطتين أو 3 على الأكثر مرتبطين ببعضهم البعض في القضية الليبية، يعني مسألة تسليح الجيش الوطني الليبي هذه نقطة ربما في صف دعم الدولة الليبية على اعتبار أن الجيش الوطني الليبي هو الأحق بحمل السلاح للدفاع عن هذه الدولة. نقطة ثانية المتعلقة بالصمت الدولي كما أكدت عليه حضرتك حتى الآن على الأقل مرتين، يعني كيف يمكن حلحلة الموقف الدولي. النقطة الثالثة المرتبطة بهاتين النقطتين هي لماذا لم يتم البناء حتى الآن على مؤتمر برلين والمبادرة المصرية لعودة الأطراف المتنازعة إلى مائدة التفاوض؟ يعني إذا نظرنا إلى المؤتمرات السياسية التي عقدت حول المشهد الليبي منذ بداية ما تم في باريس، ثم مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية، وأخيرا مؤتمر برلين، تبعها اجتماعات في موسكو وفي أبوظبي، يعني اجتماعات مختلفة، كل هذه الأمور السياسية التي حاولت إيجاد مسار سياسي حقيقي لحل الأزمة الليبية تبلورت في إعلان القاهرة.
إعلان القاهرة الذي وافق عليه المجتمع الدولي والتي طرحته الدولة المصرية وطرحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود المستشار عقيل الصالح والمشير خليفة حفتر في القاهرة هو الحل الليبي الذي توافقت عليه القبائل الليبية. المستشار عقيل الصالح قبل أن يأتي إلى القاهرة ويتم إعلان مبادرة القاهرة يعني أجرى مباحثات عديدة ومكثفة مع كل أعيان ومشائخ الدولة الليبية، فبالتالي هذه المبادرة وإعلان القاهرة كانت مبادرة حل ليبي يتبلور فيه كل المسار السياسي الحقيقي. يعني إذا نظرنا إلى الأقاليم الثلاثة التي تحدثت عن إعلان مبادرة القاهرة لم تتحدث عنها المؤتمرات السابقة، ولكن مؤتمر إعلان القاهرة تحدث عن كيفية إيجاد حل سياسي ليبي كما كانوا يدعون في مؤتمر غدامس وفي غيرها من المؤتمرات السابقة. مبادرة إعلان القاهرة أولا يعني جعلت الأقاليم الثلاثة موحدة، تقسيم الثروات بين الأقاليم الثلاثة، التمثيل السياسي يكون بين الأقاليم الثلاثة، التمثيل العسكري بين الأقاليم الثلاثة، الحوار يكون بين الليبيين. ولكن للأسف الشديد الدولة التركية تدرك جيدا أنها إذا تم الضغط وتفعيل مبادرة إعلان القاهرة سيكون للدور الدولة التركية خارج الدولة الليبية، ولذلك أعتقد أنهم أبرموا اتفاقات اقتصادية حتى إذا تم إيجاد حلول سياسية يتم الضغط من قبل أردوغان ومن قبل الإدارة التركية بتلك الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمها فايز السراج متخذين من الشرعية الدولية حل. فبالتالي إذا نظرنا إلى إعلان مبادرة القاهرة، إعلان مبادرة القاهرة كل الأطياف الليبية، أنا كباحث في الشؤون الليبية لدي علاقات بكل الليبيين، كل الليبيين موافقين على اتفاق أو إعلان مبادرة القاهرة، والمجتمع الدولي أعتقد أن الدول الأعضاء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا، الدول الخمس وافقوا بعد إعلان مبادرة القاهرة بساعات قليلة، وكان الإدارة الأمريكية أيضا أنها اتفقت مع الحل السياسي، بالإضافة إلى السعودية والإمارات والبحرين الدول التي تدعم والأردن الدول التي تدعم وجود مؤسسة عسكرية قوية ووجود حل سياسي في ليبيا وتفكيك الميليشيات. ولكن الإشكالية الكبرى إذا تم الضغط في الحل السياسي تركيا ستخرج صفر اليدين من ليبيا، وبالتالي المرتزقة تركيا لديها خطة استراتيجية وتهدف إلى الآن يوجد أكثر من 20,000 مرتزق سوري جلبتهم القوات التركية. ده معناه إنه الأفواج المرتزقة التركية ما زالت مستمرة إلى ليبيا، يعني نعم. قبل عدة أيام كان الرقم أقل من ذلك. نعم لا هم يريدون أن يحشدوا أكثر من 40,000 مرتزق سوري بالإضافة إلى الخبراء الأتراك، بالإضافة إلى أنهم يرتبون الآن في قاعدة الوطية العسكرية التي تم استهدافها يرتبون لإعادة إحيائها من جديد، يرتبون أيضا يعني يرتبون المشهد مختلف حتى أنهم يريدون الذهاب إلى الحل. لماذا حتى الآن لم يوافق فايز السراج على الحل السياسي؟ لماذا لم يوافقوا على إعلان القاهرة حتى يتم ترتيب الوضع على الأرض قبل ذلك؟ لأن لديهم ترتيبات للأوضاع وهم يريدون أن تكون هناك عملية عسكرية في ليبيا. ولكن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تقوم به الدولة المصرية من حماية أمنها القومي الاستراتيجي هو الذي يوقف الأتراك عند الحدود التي هم عليها الآن، لأنهم يتخوفون بشدة من أن الجيش المصري يرد أو الدولة المصرية ترد لكي تحمي أمنها القومي الاستراتيجي. ولكن إذا نظرنا إلى المشهد الليبي نجد أن رأس الحرب والخاصرة الرخوة في ظهر الدولة الليبية هي مدينة مصراتة. مدينة مصراتة بها التجمعات الميليشيات الإرهابية كلها، بها المؤدلجين سياسيا، بها الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بها ميناء وبها مطار. فالأسف الشديد هي تشكل الخطر الداهم على الدولة الليبية، ومدينة مصراتة خطرها أكثر من طرابلس. يعني إذا نظرنا إلى العملية ده تحليل حضرتك ولا ده تحليل أخير للموقف بعد تطوراته يعني الأخيرة؟ الموقف في ليبيا يعني هل في إجماع ما بين المحللين على خطورة مصراتة الآن؟ نعم مدينة مصراتة هي الخاسرة الرخوة وهي رأس حرب للإرهاب الموجودة في ليبيا. كل الذين يقرؤون المشهد الليبي قراءة جيدة يدركون أن مدينة مصراتة هي التي تشكل خطرا داهما على الدولة الليبية، لأن يوجد بها مرتزقة، توجد بها ميليشيات إرهابية، توجد بها عناصر إجرامية، يوجد بها عدد كبير جدا من المؤدلجين السياسيين الذين ينتمون لجماعة. طب دي نقطة مهمة محتاجين نرجع لها، لكن اسمح لنا يكون ده بعد اتصال هاتفي مع السيد رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد رضوان تحياتي لحضرتك ومساء الخير.
مساء النور. مساء النور استاذ، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لضيفك الكريم اللي عرفته من صوته، استاذ فتحي محمد الشريف. استاذ محمد فتحي طبعا يعني وصل لنقطه ربما حضرتك يعني تكون متفق معه فيها، وهي المتعلقه بخطوره مصراته الان اكثر من طرابلس العاصمه، ربما لخصوصيه مصراته في احتوائها على هذه العناصر والميليشيات الارهابيه، وخصوصيه مصراته كونها فيها ميناء ومطار، فالى اي مدى متفق معه في هذه النقطه؟ بالتأكيد كل الاتفاق. وحقيقة من قبل حوالي 3 سنوات كانت عدة مقالات تدعو أن مصراتة أهم من العاصمة، تحرير مصراتة أهم من العاصمة، تتحرر مصراتة من هذه الميليشيات تلقائيا سوف تتحرر باقي المدن ومن ضمنها طرابلس. حقيقة طبعا من نافلة القول يا أستاذي، عندما نقول مصراتة لا نقصد أهالي مصراتة، بل نقصد هؤلاء اللصوص، هذه الميليشيات. هذه الميليشيات ميليشيات أخذت مصراتة إلى حفرة من دم، أورثت مصراتة الكراهية والبغضاء من كل المدن الليبية، أيضا تحكمت بالحديد والنار على أهلها. هي الآن مدينة تركية بامتياز، مصراتة التركية. سابقا هل استعصى على الجيش الوطني الليبي من خلال عملية الكرامة سيد رضوان؟ نعم. إنه يحرر مصراتة؟ نعم. يعني هل سابقا استعصى على الجيش الوطني الليبي أن يحرر مصراتة؟ وما هي حقيقة الوضع الآن؟ هل ازداد تعقيدا؟ بل ازداد وضوحا أستاذي. الآن الوضع ازداد وضوحا، ازداد جلاء. الآن هذا التركي البغيض، هذا العثماني، هدفه الرئيس هو النفط الليبي، لذلك لا نتوقع أبدا أن يتراجع، لأنه لا يملك أن يتراجع. إذا تراجع معناها انتهى على يد الأتراك أنفسهم. إذا أستاذي هذه لا يوجد في ليبيا حكومة اسمها حكومة الوفاق، بل هناك حكومة تركية توقع وتختم بأخطار ليبيا. لا يوجد أستاذي، الغرب الكامل بالمحتل الكامل، محتل احتلال سافر، احتلال بواح. الآن المعركة بين ليبيا وهذا العثماني، هذا هو العنوان الصحيح لما يجري الآن. أعتقد أن الآن مناورة الشقيقة الكبرى مصر أقرأها استعداد للحرب وليست مناورة فقط حقيقة. يعني نعم. دائما كنت تتحدث سيد رضوان عن أنه وهي قلب الوطن العربي لا يملك يعني القدرة على التراجع، هل تقصد أردوغان؟ وما السر في ذلك؟ يعني هل لذلك تأثير على يعني الوضع الداخلي في تركيا؟ بالتأكيد أستاذي، وهذا ما قصدته. لا يملك، لماذا؟ لأنه رهن كل مستقبله السياسي، مستقبله الشخصي، حزبه، رهنه على نجاحه في ليبيا. يعني هو دائما، وهذه عادات هذا المعتوه، هو دائما يحرب بالأزمات الى الامام. يعني هناك تركيا الان على صفيح ساخن استاذي، وراينا الليله التركيه في ادنى مستوياتها والتململ، وايضا الجيش التركي لا ولن ينسى له عندما ارغبه ان يمشي عراة في الشوارع. إذا أستاذي هو يحاول أن ينتصر بليبيا لكي يبدو أمام الأتراك أنفسهم أنه الموقف، أنه صاحب اليد الطولة، وباقي هذا الكلام الذي لا يثمن ولا يغني. أيضا هو على يقين أستاذي، على يقين تماما أنه مهزوم لا محالة. هذه الضربة التي بأمس أول أمس ضربة قاسمة لم يكن يتوقعها إطلاقا. يعني
يعني منظومه اوك يعني احدث المنظومات في العالم. اذا هو على يقين ان الجيش العربي الليبي جعبته مليئه بالمفاجآت الغير متوقعه ابدا. الان الجيش الليبي في اوج قوته، الشعب الليبي ليس اعلان حرب بل اعلان جهاد ضد هذا المعتوه. وطبعا يكفينا ان نقول نعم سيد رضوان، يعني في ضوء ما ذكرته كله، يعني ما هي فرص الحل السياسي إذن بين الأطراف الليبية؟ تحدث طبعا باستبعاد التدخل التركي، هو ليس يعني طرفا في تسوية المسألة الليبية بشكل رسمي، ومتى يمكن أن تتحقق هذه الفرص؟ أستاذي يعني لا توجد أطراف ليبية. القتال في ليبيا لم يكن قط بين الليبيين فيما بينهم، القتال في ليبيا يا أستاذي بين الجيش الليبي وبين الجماعات الإرهابية، قد يكون البعض منهم يحمل الجنسية الليبية، لا يوجد قتال بين الليبيين. الآن القتال بين الليبيين وبين المتألبين الأتراك الذي انتمائهم لتركيا، حنينهم إلى هذا العثماني، وهم صرحوا بهذه العبارات على الإعلام. إذا أستاذي الليبيين بين بعضهم على توافق كامل، حتى في داخل الأحياء في طرابلس في بوسفاتا في المدن الغربية، لكن الآن الجيش يقاتل المعتدي الأثيم. حتى هذا الليبي ليس ليبي وليس خائن، لأنه لم يكن يوما ليبيا لكي يخون، هذا التركي الذي يحمل الجنسية الليبية. أستاذي نحن جيشنا قرابة 5 سنوات لم يرتاح يوما قط، وهو جيش حديث الولادة وطور الإنشاء وحرر المدينة تلو المدينة. أعتقد نعم. الآن المعركة الكبرى على الأبواب، قد نراها في الساعات القادمة في الأيام القادمة، لأن الأمور صارت كن أو لا تكن، وطن أو لا وطن. نعم صحيح، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة. السيد رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك. وبعود الضيف الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد فتحي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، والحقيقة كان في نقطة يعني عجل بها الحديث مع السيد رضوان الفيتوري المتعلقة بتدخل التركي وانعكاسه على الداخل التركي، يعني التدخل التركي في ليبيا وانعكاسه على الشارع التركي، انعكاسه على المستقبل السياسي لأردوغان. هو في تحليله يعني أشار إلى أنه يعني لا يملك إمكانية التراجع، فهل تتفق معه في هذا الطرح؟ وما رؤيتك لمستقبل الداخل التركي في ضوء هذا التدخل التركي في ليبيا؟ طبعا الداخل التركي هناك طبعا مشاكل اقتصادية موجودة في تركيا بشكل كبير جدا لا تخفى على أحد، ولذلك اتجه رجب طيب أردوغان إلى ليبيا لكي يعوض خسائر اقتصاده التركي. فبالتالي إذا نظرنا إلى الهدف المنشود من ليبيا ندرك أهمية الكلمة التي قالها الأستاذ رضوان الفيتوري، وهي أنه لن يستطيع أن يتراجع، لأن رجب طيب أردوغان لديه مشاكل داخلية، والمشاكل هذه لا تحل إلا بأن يكون هناك من يدعم اقتصاده بشكل مباشر وبشكل قوي، ويكون هو المتحكم فيه، وتكون الإدارة التركية المتحكمة فيه. فبالتالي وجد ضالته في فايز السراج الذي يأخذ الأوامر من رجب طيب أردوغان. وأعتقد أن تركيا التي تدير المعركة السياسية والاقتصادية في طرابلس، فبالتالي يعني وجود التركي في طرابلس وكل التصريحات الرسمية وكل التصريحات العسكرية تؤكد على ذلك. أعتقد أن خلوصي آكار أيضا أشار أنهم جاءوا إلى ليبيا للبقاء في ليبيا والمكوث فيها، وهو ما أشار برضو إليه اللواء أحمد المسماري الذي تحدث عن هذه النقطة تحديدا. فبالتالي كل الإرهاصات وكل المقدمات وكل الشواهد تؤكد بما لا يدع مجال للشك على أن تركيا جاءت إلى ليبيا من أجل البقاء فيها أولا، ثانيا المغانم السياسية
السياسية والاقتصادية والعسكرية. إذا كان المشهد المتصدر للعالم دلوقتي والذي نتحدث عنه جميعا هو المشهد العسكري، ولكن المشهد العسكري يخفي وراءه مشهد اقتصادي آخر متمثل في الأسلحة والذخائر القديمة المتواجدة في المخازن التركية. تقوم تركيا ببيعها إلى ليبيا بطريقة مباشرة بعد الاتفاق مع فايز السراج، وأعتقد أن في هناك بعض التقارير السياسية والمراكز البحثية أشارت إلى هذا. كل المخزون الأسلحة القديمة الموجودة في تركيا تباع إلى ليبيا لكي يتم تسليح المرتزقة بها أولا. ثانيا هناك طبعا اتفاقات على التنقيب على الغاز، هناك اتفاقات على المصادر البترول الموجودة، هناك مئات الدولارات التي ذهبت من طرابلس مباشرة بمعرفة فيصل السراج إلى رجب طيب أردوغان، ويتخذون أيضا معهم ستار وهو مجلس الدولة وخالد المشري. كل التحركات العسكرية الموجودة على الأراضي الليبية هدفها اقتصادي يعود على الاقتصاد التركي المتردي. فبالتالي رجب طيب أردوغان إذا خرج من المشهد الليبي خالي الوفاة. عند هذه النقطة بقى اسمح لي بسؤال آخر يا أستاذ محمد. تفضل. يعني لو بنقسم القرار الليبي الآن في ضوء التدخل التركي إلى قرار اقتصادي كما ذكرت حضرتك لا يملكه فايز السراج، نعم، وقرار سياسي أيضا لا يملكه فايز السراج، نعم، وقرار عسكري يتعلق بالعمليات العسكرية الدائرة ما بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة التي تدعمها تركيا وتمولها بالسلاح وبالعتاد وبالأفراد. السؤال، هل هناك متغيرات يمكن أن تغير المعادلة من تدخل دولي ما أو من يعني رد فعل دولي ما تجاه هذا التدخل التركي، أو معارضة في داخل تركيا يمكن أن تغير المعادلة؟ طبعا المعارضة الداخلية في تركيا صعب جدا أنها تغير المعادلة أو تثني أردوغان عن ما يقوم به تجاه الدولة الليبية. ولكن أنا يعني شاهدت وتابعت جلسة مجلس الأمن الافتراضية التي حدثت بالأمس حول الأزمة الليبية، وهذه الجلسة كانت بها بعض المفردات التي خلصت في نهاية الجلسة. أولا المفرد الأول للإجابة على سؤال حضرتك هو أن هناك توجه، أنا شايف أن هناك توجه فرنسي ألماني بقوة نحو يعني تأنيب المجتمع الدولي أو تجميع أراء المجتمع الدولي حول شرعية حكومة السراج في الفترة المقبلة. والهدف الثاني هو منع التدخل التركي بشكل عملي وآليات حقيقية. حتى اللحظة رغم اجتماع مجلس الأمن ورغم كل المناشدات الدولية ورغم ما يحدث على الساحة السياسية من يعني ضغوط دولية تدخلت فيها أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكل الدول الفاعلة في المشهد الليبي بالإضافة إلى الدول التي تؤيد استقرار الدولة الليبية، وأنا أقول تؤيد استقرار الدولة الليبية، وهذا هو المفرد الإعلامي الذي يجب أن يطلق على مصر والإمارات والسعودية والبحرين والأردن. الخمس دول هؤلاء هم الذين يؤيدون استقرار الدولة الليبية استقرارا حقيقيا، لأن الدولة الليبية بها ميليشيات إرهابية. وأعتقد أن حتى فتحي بشاغة وزير داخلية فايز السراج وحتى حكومة السراج نفسها لا تستطيع أن تتحكم في الميليشيات الإرهابية الموجودة في العاصمة، لأنها هذه الميليشيات ليست نظامية. فلكن إذا عدنا إلى سؤال حضرتك، أعتقد أن الأيام المقبلة سوف تشهد ضغطا دوليا كبيرا من فرنسا ومن ألمانيا تحديدا. لن أقول الضغط لصالح الشعب الليبي ولكن لصالح مصالحهم في الدولة الليبية. بمقاطعة هنا بسيطة أستاذ محمد، ربما هذا كان رهان يعني كثير من المحللين وحضرتك منهم، ومنذ فترة ليست بالقليلة حتى ربما قبل أن يعني تسخن إن صح التعبير الجبهة الليبية بالدعم التركي. هو السؤال يعني هل هناك إشارات واضحة على ذلك، وخاصة أنه الرصد للتحركات التركية في المنطقة ليس في ليبيا وحدها ولكن أيضا بناء قاعدة لها في قطر، الحديث عن قاعدة اللوطية كما أشرت حضرتك منذ قليل، يعودون ترتيبها، يعودون بناء منظومة بها وكأنها قاعدة تركية بالفعل سواء كانت منظومة دفاع جوي أو غيرها. والبعض من المحللين بيتساءل أيضا لماذا لا يكون هذا نوع من أنواع الرادع عن استكمال تركيا المشروعها في ليبيا. أنا يعني حتى يتم إيقاف تركيا ليس إلا بآليتين فقط. الآلية الأولى هو أن يكون ضغط دولي حقيقي
من خلال الدول دائمة العضوية التي تستطيع أن تعاقب تركيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. أولا يجب أن يتم تفعيل عملية حقيقية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في البحر الأبيض المتوسط لمنع دخول إلى ليبيا من خلال مصراتة ومن خلال تركيا. هذا هي الجانب الأول. ثم بعد ذلك يضغط المجتمع الدولي لتفكيك الميليشيات الإرهابية وإخراج كل المرتزقة، وهو ما أشارت إليه مبادرة إعلان القاهرة. هذا هو الطرح السياسي الأول. الطرح السياسي الثاني هو أن يكون هناك تكتل دولي ضد تركيا في الأراضي الليبية، ويتم إخراج تركيا بالقوة من الأراضي الليبية والعملية العسكرية والتي لا نريد أن نذهب إليها، لأن برضو لا نريد أن نذهب إليها. وسؤالي الأخير ربما يكون إشكالية، اسمح لي بهذا السؤال ربما حتى لو يدهمنا الوقت. يعني البعض بيتساءل، إذا كانت تركيا تسعى لبناء قاعدة لها في قطر، فهل يستمر الصمت العربي؟ السؤال إذا 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 كان هذا الخطر المحدق هو عبث ما بين إيران وتركيا في الحديقة العربية، فهل يستمر الصمت العربي أمام هذا العبث التركي الآن، أم أنه يحتمل أن تكون هناك وقفة عربية جديدة في ظروف متغيرة تمنع تركيا من الاستمرار فيما تسعى إليه؟ هي في خطة مفصلية، وهذه الخطوة المفصلية دي لو تم اتخاذها من قبل جامعة الدول العربية ستغير المشهد كليا وجزئيا. هي أن يتم سحب الثقة من الاعتراف بحكومة فايز السراج، ولكن هناك بعض الدول داخل جامعة الدول العربية للأسف الشديد تضغط على بقاء شرعية حكومة فايز السراج. أولا، من يمثل جامعة من يمثل الدولة الليبية في جامعة الدول العربية هي حكومة فايز السراج، هي الحكومة المعترف بها شرعيا ومندوبها والذي يمثل فايز السراج. فإذا لن تستطيع في مسمياتها، هي آخر حكومة تم التوافق عليها حتى عام 2018، يعني هو الاتفاق زي ما حضرتك اشرت لا هي ليست حكومه تم التوافق عليها، هو وفقا لاتفاق السخيرات الذي انتهى. اتفاق السخيرات سمى حتى يفهم المشاهد وحتى تفهم الناس اليات الشرعيه التي يتشدقون بها. الاتفاق السخيرات تم على تسميه رئيس مجلس رئاسي وسبعه اعضاء مجلس رئاسي، ثم بعد ذلك رئيس المجلس الرئاسي يسمي حكومه، هذه الحكومه تاخذ شرعيتها وتبدا عملها فعليا امام في جلسة عامة تعقد بكاملة النصاب من البرلمان الليبي لكي يتم عرض تلك الحقائب عليها، ثم بعد ذلك تأخذ هذه الحكومة شرعيتها. الخطوة الأولى تمت وتم تعيين فايز السراج. الخطوة الثانية هي خطوة أن تتم تعيين أسماء الحكومة. هذه الحكومة أولا من شكلها بمفرده هو فايز السراج، وهذا مخالف. فايز السراج طبعا هو حتى الآن نسميها، يعني نسمي مثلا وزير الخارجية نقول وزير الخارجية المفوض. مفوض من قبل من؟ ليست من قبل الدولة الليبية ولا من البرلمان ولا من الجهات الشرعية، مفوض من قبل فايز السراج الذي أخذ شرعيته من اتفاق السخيرات. فبالتالي حتى أن الترتيبات نفسها كان يجب على فايز السراج أن يجلس مع أعضاء المجلس الرئاسي لكي يتم تسمية الحقائب الوزارية وإسناد الحقائب الوزارية. هذا الأمر لم يتم. جميل هذا التوضيح، لكن سريعا، إذن الرهان على الرد الفعل العربي من جماعة الدول العربية، الرهان عليها أن يتم سحب الثقة من حكومة السخيرات وحكومة فايز السراج، ثم بعد ذلك تبدأ عملية سياسية حقيقية، لأن القرار عندما يتم تمريره من جامعة الدول العربية، فجامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية قوية تستطيع الضغط على الأمم المتحدة، تستطيع الضغط على مجلس الأمن، تستطيع أيضا الضغط على الاتحاد الأوروبي، على الاتحاد الأفريقي. فبالتالي عندما تبدأ الخطوة من جامعة الدول العربية بأنها تسحب، أو من بعض الدول العربية، وأعتقد أن هناك دول أوروبية سوف تستجيب لهذا المطلب سريعا مثل فرنسا وألمانيا وغيرها، لأن حكومة فايز السراج جاءت للمشهد الليبي لتمرير مؤامرة دولية على ليبيا وعلى الوطن العربي. هذه المؤامرة الدولية لا يقودها فايز السراج ولا يقودها رجب طيب أردوغان، بل تقودها جماعة الإخوان الإرهابية. وهذا المشهد أصبح واضحا في الاجتماعات التي جمعت الغنوشي بأردوغان مع فايز السراج مع خالد المشري مع كل جماعة الأنصار جماعة الإخوان الإرهابية. فبالتالي جماعة الإخوان الإرهابية تريد أن تعود إلى المشهد العربي من خلال تركيا، وتركيا طبعا تحكمها جماعة الإخوان، يعني الحزب الحاكم فيها هو حزب ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وضعوا ضلتهم في ليبيا يعني ومع فايز السراج، وبالتالي اتفاقاتهم سواء كانت على يعني المواقف مواقف الغنوشي وتونس السلبية تجاه الأزمة الليبية ومباركته لانتشارات السراج وغيرها من الأشياء التي تجاوز فيها الأعراف البرلمانية والدبلوماسية، تؤكد على أن صحيح. هذا المخطط تقوده جماعة الإخوان الإرهابية وليس فايز السراج وليس أردوغان.
أردوغان، ولكن هذا المخطط تراد به الأمة العربية بأكملها، ثم تكون المخطط ليبيا والمؤامرة إذن واضحة، ثم تكون ليبيا بوابة إلى أفريقيا حتى تستطيع تركيا أن تعيد مجدها من جديد. وعلى الجميع أن يطلع بمسؤولياته لتنتهي هذه المؤامرة على الأمة العربية. بشكرك شكر جزيل، شرفتنا في هذه الحلقة من المشهد الأستاذ محمد فتحي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا. شكرا لحضرتك، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من المشهد، على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.